الحماقة والخلف القضبان. احنا بنقول احنا هذه السنة بالصبر تحلو واسمك يا وطن علو. حيوا معانا وكونوا ورانا يا عصرانا يا غوالي. هيلا 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 يا هلا يا هلا حللوا وقولوا يا هلا يا هلا قابلوا صلاة يا هلا سهروا ليل السنسيب. خلينا الشمس هلبي لك يهود السجن ما نستقبلوا يا سرانا بعد الغياب وحيين يقف شعبنا الفلسطيني أمام هذه القضية الوطنية الجامعة. ومن جديد نؤكد بالفعل قبل القول بأن قضية الأسرى هي أم الثوابت وهي رأس الأولويات، وهي في سلم وجداننا وأولوياتنا في سويداء قلوبنا وفي مقل عيوننا بإذن الله عز وجل. نقف اليوم أمام هذه المؤسسات الأممية لنقول للعالم بضرورة أن يتحمل مسؤولياته اتجاه الجرائم المركبة والمنظمة التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أسرانا البواسل. كل هذه المحاولات من قبل نتنياهو وليبرمان وكل الكابينات الصهيوني وكل المحاولات السابقة بالادعاء أن هناك تدخلات دولية أو تدخلات أممية للإفراج عن جنوده في قبضة كتائب القسام، كلها محاولات في قاموس المقاومة لن تقدم ولن تؤخر شيئاً. بل نقولها بكل إرادة الواثق بأن الصفقة قادمة رغم أنف العدو. قسماً برب الكعبة، مهما شرق العدو ومهما غرب، مهما ارتكب من حماقات ضد أسرانا البواسل، لن يرى جنوده الأسرى في قبضة القسام إلا عندما نرى أسرانا البواسل بين أهليهم وذويهم بإذن الله عز وجل. الأخ أبو بكر المصري على هذه الكلمة القوية.